إسرائيل عادت لاستنزاف الوحدات الخاصة في حزب الله اللبناني من خلال ضربة جوية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي صباح هذا اليوم. وتفاصيل هذا الأمر كانت مثيرة للغاية في بادئ الأمر، كان هنالك الكثير من تضارب الأنباء حول هذه الضربة، والضربة التي نتحدث عنها جاءت إلى عمق لبنان على مسافة 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل باتجاه البقاع. هذه هي بحيرة قارون التي ترونها، بالقرب منها كان الاستهداف. نلاحظ هنا بأننا أمام باب مارع، وكذلك هذه هي صغبين، وبالتالي باتجاه هذا الطريق تقريبا وسط هذا الطريق كانت السيارة متواجدة بالقرب من البحيرة، وجاءت الطائرة المسيرة الإسرائيلية وقامت باستهدافها بهذه الطريقة. لا بل كانت هنالك لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لطبيعة ما جرى، هذه اللحظة الأولى لعملية الاستهداف، وكانت هنالك كذلك لقطات من الأرض لهذه العجلة التي كانت قد استهدفت كما تلاحظون، دمار كامل وضربة مباشرة على هذه العربة. ونلاحظ بأن الضربة لم تأتي مباشرة فعلا على السيارة، ولكنها جاءت بالقرب منها. في نهاية المطاف بدأت الأوساط الإسرائيليه بالحديث بأن هنالك عضوا في قوات الرضوان، وهي قوات النخبة في حزب الله اللبناني، هو الذي كان قد قتل. وبعد ذلك حزب الله أعلن عن محمد الشاعر بأنه قد قتل اليوم بعد هذه الضربة، وواضح جدا بأننا أمام شخص مهم للغاية في قوات رضوان، خاصة وأن حزب الله اللبناني قد تحدث عن هذه المسألة ونشر الصورة مباشرة، ووزارة الدفاع الإسرائيلية قالت بأنه أحد القيادات المهمة في قوات الرضوان. كذلك الجيروزلم بوست وحزب الله رد بعشرات الصواريخ، تقريبا أكثر من 45 صاروخا كانت قد انطلقت على الشمال الإسرائيلي بعد مقتل محمد الشاعر. وبعدها إسرائيل ردت باستهداف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت في عملية الرد للانتقام على محمد الشاعر بهذه الطريقة التي نراها. وكذلك أيضا هنا نلاحظ ولا بد من الانتباه بأن هذا الرجل كان موجودا في هذه المنطقة في البقاع، أي أنه على عمق 40 كيلومترا، وهذا يوضح أنه ليس بالقائد العادي أبدا، بل هو قد يكون أحد المخططين والمدبرين لطبيعة الهجمات التي تأتي على شمال إسرائيل. حتى أن إسرائيل بعد عملية الاستهداف لهذا الرجل قامت باستهداف آخر باتجاه النبطية تحديدا، هنا أيضا تأتي في العمق اللبناني. ونلاحظ هنا كانت هنالك لقطات وصور لطبيعة هذا الاستهداف الذي جاء بطائرة مسيرة بثلاث صواريخ دقيقة استهدفت إحدى الشقق الموجودة في هذه المباني، ولم يتضح حتى هذه اللحظة ولم تتضح معالم من الذي كان هدفا بالنسبة لإسرائيل، لا من قبل حزب الله اللبناني ولا من قبل إسرائيل. لكنك تلاحظ أن هنالك صورة واضحة لطبيعة الاستهداف، أنها ليست طائرة حربية بل طائرة مسيرة. وإذا ما حاولنا أن نحدد الموقع، نحن أمام مبنى منفرد بسقفه الأحمر على مسافة تبدو بأننا ويبدو بأننا أمام ثلاث مبان منفصلة. إذا ما اتجهنا إلى النبطية الآن بالقمر الصناعي للنقل نظرة على طبيعة هذا الاستهداف، ستلاحظ بأن هذه النقطة تحديدا تأتي إلى الغرب من النبطية، هذه النبطية إلى الغرب منها، النقطة الوحيدة المتطابقة مع الصورة التي رأيناها تأتي هنا في هذه المنطقة. لاحظ أنت أمام المبنى الذي ذكرناه بسقفه الأحمر، وعلى مسافة قريبة منه تأتي مباني أربعة وليست مبان ثلاثة كما نلاحظ هي التي كانت هدفا طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. المثير أن أفخاي أدرعي كان قد ذكر بأن إسرائيل بدأت تستهدف مواقع الاستطلاع، هنالك تركيز في طبيعة الاستهدافات ومواقع الاستطلاع التي تأتي بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية وتحديدا في كفر كلا، وهذه هي كانت اللقطات التي نشرت من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية في طبيعة ضرب مواقع الاستطلاع الخاصة بحزب الله اللبناني التي تعتبر نقطة مهمة لحزب الله لجمع المعلومات عن التحركات طبعا الإسرائيلية. ونلاحظ هنا الدمار في الجنوب اللبناني، لاحظ كيف أن الأمور قد وصلت إلى ظروف صعبة للغاية بالنسبة للجنوب، وكأن هنالك حربا برية من شدة صعوبة الوضع الموجود في هذه المنطقة. بالتالي إذا ما جمعنا كل شيء هنا، نحن أمام قادة من قيادات أو قائد من قوات الرضوان، البقاع دائما وأبدا تستهدف، لكننا ها نحن أمام عودة لهذه الضربات. كذلك نلاحظ بأننا أمام مبنى وضربة باتجاه النبطية، النهر الليطاني إذا ما لاحظنا سنرى بأنه هنا، هذا هو النهر الليطاني تقريبا بهذا الشكل التقريبي، أي بمعنى أن الضربات تتركز الآن الإسرائيلية من عمليات الاغتيال أو الضربات على حزب الله تأتي خلف النهر الليطاني. وكذلك هنالك استهدافات مكثفة من قبل الجانب
الإسرائيلي باتجاه البنى التحتية العسكرية لحزب الله اللبناني، منصات إطلاق الصواريخ في تقريبا 72 ساعة الماضية أو 4 أيام الماضية، وها نحن نتحدث عن مواقع الاستطلاع الخاصة بحزب الله اللبناني. وبالتالي هنا يتضح أن إسرائيل تضغط على جنوب لبنان بشكل كبير، تضغط على كل ما هو موجود باتجاه النهر الليطاني وخلف النهر الليطاني كما نرى هنا، وهذا كله يوضح أن هنالك رغبة لقطع الخطوط للقوات وعناصر حزب الله اللبنانية الموجودين في الجنوب، المتواجدين كذلك عند النهر الليطاني وكذلك خلف النهر الليطاني من القيادات وغيرهم، وبالتالي محاولة لقطع خطوط حزب الله قدر الإمكان، جعل هذه القوات بلا أي اتصال لوجستي أو أي دعم أو أي اتصال أو أي خطط من خلال اغتيال مثل محمد الشاعر وغيرهم من هذه القيادات، كذلك محاولة إخلاء النهر الليطاني من عناصر حزب الله، لأن هذه نقطة رئيسية بالنسبة لإسرائيل تخطط للتقدم لها من أجل تطبيق القرار 1701 وكذلك إضعاف حزب الله ما خلف النهر الليطاني، لأن هذه القوات ستكون حاضرة إذا ما بدأت إسرائيل بعملية التقدم باتجاه هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس كل هذه توضح بأن إسرائيل تريد فعلا الاندفاع مباشرة باتجاه الجنوب اللبناني مع تزايد هذه الضربات. معهد JISS وضع 4 سيناريوهات لطبيعة ما ممكن أن نتوقعه أو الخيارات التي هي أمام إسرائيل. واحدة من الخيارات هي أن تقبل إسرائيل وأن يكون هنالك اتفاقا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف إطلاق النار وانسحاب حزب الله اللبناني خلف النهر الليطاني وتنتهي هذه المعركة. هذا الأمر ليس واضح أبدا كيف من الممكن أن يتحقق. وكذلك القضية الأخرى هي الاستمرار بعمليات الاستنزاف، لكن عمليات الاستنزاف في نفس الوقت لم توقف حزب الله من استهداف الشمال الإسرائيلي بشكل مباشر، وكذلك أيضا توجيه ضربات كخيار ثالث من قبل إسرائيل، ضربات شاملة لكل لبنان، وذلك لجعل الحكومة اللبنانية في موقف صعب للغاية، الضغط عليها، بالتالي تكون هنالك نوع من الاحتجاجات في داخل لبنان تضغط على حزب الله وتدفع حزب الله للانسحاب خلف النهر الليطاني، لأن سيكون هنالك سخطا شعبيا خطيرا. أما الخيار الأخير والرابع هو أن تتقدم إسرائيل ومعهد JISS للدراسات وجد أن هذا هو الخيار الوحيد المفيد بالنسبة لإسرائيل حاليا، وذلك لأن منصات إطلاق الصواريخ على سبيل المثال لا يمكن القضاء عليها بالكامل باستخدام الطائرات الحربية، وإنما على المستوى البري بهجوم بقوات خاصة مثل وحدة الشبح وغيرها هي الوحيدة القادرة على تحقيق مثل هذه العمليات في نهاية المطاف. وإسرائيل تبدو مضطرة لطبيعة التقدم باتجاه جنوب لبنان، وذلك لأن حزب الله لم يعد يستهدف فقط هذه المناطق التي اعتدنا أن نراها على سبيل المثال كريات شمونة الموجودة في الجليل الأعلى أو الجليل الغربي، وإنما بدأت تصل الاستهدافات بشكل خطير تجاه نهاريا، طائرات مسيرة قد ظهرت وهي تهاجم نهاريا يوم أمس، وواحدة من الطائرات المسيرة ضربت هذا المبنى كما تلاحظون هنا، وهذا هو الذي اعتبره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأنه حادث خطير للغاية. لماذا؟ لأن هنالك مدنيين في نهاريا في نهاية المطاف، كل هؤلاء المدنيين في هذه المناطق انسحبوا طبعا وأصبحوا عبئا على الحكومة الإسرائيلية ويسببوا إحراجا كبيرا لبنيامين نتنياهو، وبالتالي استهداف نهاريا قد يعني انسحاب هؤلاء المدنيين بشكل أكبر إلى العنق الإسرائيلي، جعل الشمال في نهاية المطاف غير آمن، وهذا يعتبر نصر بحد ذاته بالنسبة لحزب الله، وهذا هو الذي قد يدفع إسرائيل فعلا للتقدم إلى جنوب لبنان. وبنيامين نتنياهو كان واضحا في اليومين الماضيين بأنه أصدر تعليمات بتغيير الوضع في شمال إسرائيل، لا بل إن حتى المعارضة بني جانتس كان قد قال بأن علينا الآن أن ننقل التركيز إلى لبنان وإلى إيران، وبأننا تأخرنا بهذه المسألة كثيرا، أي إن حتى الأطراف المعارضة لبنيامين نتنياهو هي مع الذهاب بمعركة مباشرة باتجاه لبنان، والوضع خطير للغاية إلى درجة أن وزير الخارجية اللبناني بنفسه قال بهذا الشكل كما تلاحظون اليوم بأنهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية بشكل غير مباشر لتفادي هذه الحرب، لأن الحكومة اللبنانية والجميع بدأوا يرون بأن إسرائيل لم تعد تنتظر كثيرا وليس لديها الوقت للانتظار حول هذه المسألة وتطوراتها.